الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوفيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية للتتبع والرصد الوبائي لجائحة كوفيد 19 المتعلقة ببلادنا بطبيعة الحال خلال هذا 24 ساعة ما بين الساعة 6 لمساء الأمس إلى حدود الساعة 6 ليومه 24 أفريل 2020، حيث إنه أكدت لنا المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التأكيد المخبري للحالات المحتملة ما مجموعه 190 حالة إضافية خلال هذا 24 ساعة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة من هذا المرض منذ بداية الوباء ببلادنا إلى 3758 حالة، فيما بلغ إلى حدود اليوم استبعاد 20175 حالة كانت محتملة، إلا أن التحليلات المخبرية أكدت أن الأمر لا يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وذلك إذن منذ بداية هذا الوباء إلى حدود اليوم. هذه الحالات لا زالت تتعلق بعملية تتبع المخالطين للحالات التي اكتشفت في البؤر التي نتكلم عليها هذه الأيام، بحيث أنه من بين 190 حالة المسجلة هذا اليوم 163 همت هذه البؤر، أي بنسبة مئوية ديال 85%. التوزيع الجغرافي يعرف تغييرا طفيفا من يوم لآخر، فبالنسبة لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة من 2 مارس إلى حدود اليوم، فإنه بطبيعة الحال الدار البيضاء سطات تبقى هي الجهة التي سجلت بها أكبر نسبة من الحالات بما يقارب 27%، تليها جهة مراكش أسفي بما يقارب 22% من الحالات، ثم جهتي فاس مكناس وجهة وطنجة تطوان الحسيمة بما يقارب 13% لكل واحدة منهما، وتأتي في المرتبة الخامسة جهة ضرعة تفيلالت بنسبة مئوية تقارب 10%. بالنسبة للوفيات، سجلت مع الأسف خلال هذا 24 ساعة 3 ديال الحالات إضافية ديال الوفيات متعلقة بداء كوفيد 19، ويبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة المسجلة منذ بداية هذا الوباء والمرتبطة بهذا المرض هو 158 حالة، إلا أنه نسبة الفتك والتي تمثل عدد الهالكين بسبب المرض على مجموع الحالات المؤكدة مخبريا لا زال مستقرا في حدود 4.2% بالنسبة لهذا اليوم. بالنسبة للأشخاص المتعافين، سجلنا بحمد الله التماثل للشفاء التام بالنسبة ل 30 حالة كانت قيد التتبع والعلاج، ويصبح بذلك إجمالي الحالات المعافاة منذ بداية الوباء 486 حالة معافاة، وتكون بذلك نسبة التماثل للشفاء مستقرة في حدود 12.9%. بطبيعة الحال لازلنا نكتشف الحالات أكثر فأكثر في وضعية صحية حسنة بسيطة، أو أننا نكتشف الحالات بدون أن تكون لديها أعراض، وهذه الفئة من غير أعراض أو حالة سريرية حميدة جدا تمثل 79% إلى حدود اليوم. الحالات التي كانت وضعيتها الصحية أثناء التكفل بها متوسطة، ليست بالخطيرة ولكن عادية،
تمثل 17%، والحالات التي تم التكفل بها من بين مجموع الحالات التي سجلنا منذ بداية الوباء وهي في صحة حرجة، في وضعية صحية حرجة أو خطيرة، تمثل 4%. فإذا هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لهذا 24 ساعة. بطبيعة الحال نحن على مشارف شهر رمضان الفضيل الذي يبتدئ يوم غد إن شاء الله، وبهذه المناسبة أتقدم نيابة عن وزارة الصحة بأحر التهاني والتبريكات للشعب المغربي الكريم، ومتمنيا لهم أن يتقبل الله صالح الأعمال ويبارك لنا في كل الأعمال، وأن يرفع عنا هذا الوباء، مع الإشارة إلى أنه بمناسبة هذا الشهر فإنه سيتغير موعدنا اليومي ليصبح على الساعة 4 بعد الزوال بدلا من الساعة 6، مع العلم أنه موعد تحيين ديال الموقع الرسمي ديال وزارة الصحة سيظل كذلك على الساعة 10 كما اعتدنا على ذلك. فإذا موعدين في اليوم، الساعة 10 تحيين الموقع الرسمي لوزارة الصحة، والندوة الصحفية المعتادة الساعة 4 بعد الزوال بدلا من الساعة 6 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.